جدران تتحول لوحات ملونة. نتعرف على الفنانة التشكيلية أدريانا الحاج. الجبران نبقى الآن في عالم الفن التشكيلي، وتنضم إلينا في الاستوديو أدريانا الحاج المتخصصة في الرسم على الجدران، وهي أيضا مهندسة ديكور. صباح الخير أدريانا. صباح النور. صباح النور. لأن ترسمي كثير على الجدران أنت، ده في فرق بين ما أنه تعملي لوحة جدارية يعني على الجدار، ما بين تعملي لوحة تشكيلية بالمعنى اللي يعني اللي بنعرفه؟ في فرق كتير كبير، لأنه الرسم على لوحة ما بياخد كتير مجهود قد ما تكون على حيط كتير كبير. فلوحة ممكن ترسمها بالأتولية عندك وبأي وقت تكون فيه، يمكن قاعد بطريقة كتير مريحة، بينما على الجدران لازم تكون واقف وقفة تكون كتير ثابتة، تكون حامي حالك من أي وقعة، تكون مثل ما بقولوا وإذا حيط عالي بدك تطلعي سلم ممكن. إيه يعني أكيد بدي يكونوا واقفين شوي حد، لأنه كذا مرة تعرضت لكذا وقعة، فالحمد لله بعدني صاغ. الحمد لله. أغلب الجداريات طبعا اللي بيميزها إنه بتكون بالبعد، يعني مرسومة بالبعد الثلاثي، يعني صح. كأنها بتنطق، كأنها بالفعل بتشوفي إذا رسمة باب فكري كأنه في باب. مظبوط. قديش هذا الإشي بده دقة وبده يعني سكيلز معينة من بده كثير دقة، لأنه ما فيك توقفي دغري قدام الحيط وضلك ترسمي كل الوقت، بده ضلنا عم ببعد كثير وقرب كثير تقشع مضبوط، لانه ما فيك تضلك كثير قريبه منها للوحه، خاصه بتكون كثير كبيره فما بتقشع مضبوط، فكل شوي بدي ابعد وارجع اقرب. اكيد ما نهينا ابدا شغله. اذا بالتالي هي لوحات على الطلب. صح. فشو اكثر شيء بيطلبوه الناس منك؟ اكثر شيء بيطلبوا عندي بالمدخل اني اذا كان صغير اشتغل بطريقه اعطيه واسعه كبيره واعطيه ابعاد. بيطلبوا مني كثير الطبيعه، انهار، بحور، او مثل بالسقف مثل سما او طيور، هو الاكثر شيء. اي مزبوط. صح. ولا اكثر شيء. احنا عندنا صور رح نبدا نشوفهم كمان شوي. أوكي. يعني جداريات انت عملتيهم، اذا بتشرحي لنا مثلا هذا الشيء. اوكي. هون عندي بمطلع درج رسمت برديه. هاي البرداية مرسومه رسم. مرسومه رسم، يعني الكل بده يدسوها تيصدقوا انه هيدا رسم منا قماش. وكثير حجمها كبير، يعني بتكفي على كل مطلع درج الاوتيل. حلو. اوكي. الصورة التالية. هذا مدخل، مدخل بيت. اشتغلت على الحيط خشب، حطقت الخشب ورجعت رسمت فوقهم. يوحي كأنه ديكور حقيقي. صح. اها. وهي التكملة، هون عم نشوف بالسقف كمان كفيت الرسم، ما اكتفيت انه بس على الحيطان. تفضلي. هون مثل ما عم نحكي عطينا وسع على الأنتري. هون بفيلا رسمت بحر، كان ناقصه بس يشوف البحر، مع انه كان قدامه فيو رائعه من الجبال والاشجار، بس كان عنده بس مشكله مش شايف البحر، فحولت له قلت القعده لا. طب اللوحات هاي لما بترسميها هي نقلا عن صور حقيقيه ولا انت من مخيلتك؟ اوقات صوره مصوره من مصور بخدها، اوقات بيطلبوا مني لوحه مثلا بدنا هي، ما بحب اعمل كوبي عنها هي ذاتها، اكيد بعطيها مني طما اكون عم بعمل كوبي. ومرات بترسمي جداريات لوجوه ناس مثلا، وجوه اصحاب البيت او كذا؟ ايه اكيد اكيد اكيد. هي البنت قريبه لوجه ست انطلبت مني على اليمين. هذا مطعم كان اول بروجي باخده من بعد ما تخرجت ومشيت فيه، يعني ومن بعده صار العالم اكثر يشوف الرسم الجداري. تفاصيل البورتريات يعني الوجوه لما تنرسم على الحيط بتكون مختلفه لما بترسميها على لوحه عادي؟ لا ابدا، هي ذاتها، لانه باسس الحيط بطريقه بصير كانه قماشه وبشتغل ذات الشيء، ما بتفرق ابدا. طب في العاده لما حدا بيطلب رسم لشخص بهالحالة انه بيكون ممكن انه يكون اكبر من الحجم الحقيقي لهالشخص؟ اكيد اكيد. بتعطي جمالية يعني في البيت؟ هلا انا ما كثير بحب اذا تكون كثير كبيرة، لانه شوي بتنقز، بفضل انه تضلها ضمن الحجم يلي هو حجم الانسان، لان قد ما كبرتها بتصير مبينة غلط مش مضبوطة. اوقات بيطلبوا مني بس ما بحاول اقنعهم انه لا هيك ما حتطلع حلوة. واكيد اهم شيء بعد ما ارسم على الحيط انه اعمل كل الانواع يلي لازم تحمل لوحة لو بعد 100 سنة ما بتتأذى، لو بدي غسلها غسيل ما بصير لها شيء. طب إذا نقلوا ناس رسموا على أو طلبوا منك ترسمي على الحيطة عندهم ونقلوا من البيت، شو خلص يعني؟ إيه خلص ما فيهم ياخذوها معهم،
هي للاسف انه هذا اللي بده يستاجر البيت او بيشتري هذا بيطلع يضله الرسمي له صارت انه ايه او بهيك حاله ساعتها بدها تنرسم على خشبه بس كانه حيط ساعتها بيقدروا يشلوها معهم. طيب ادريانا في مجال لتصحيح الاخطاء؟ اكيد قد ما بدنا لو بعد مدري قد ايه فينا نرجع نمحل بدنا اياه ونصلح. يعني بعد سنه مثلا ممكن تغيري باللوحه؟ اكيد اوقات مثلا عندي اشخاص بيزهقوا من الرسمه بده يقول بعد سنه عبينا نغير بيجي هي ذاتها برجع اسسها كانه رجعت للصفر وبرجع بشتغلها يعني. عادي عادي. الاطفال بحبوا هالرسومات هاي بغرفهم. شو في مثلا شيء يعني طلب كثير بينطلب مني كثير مثلا دولفينز انواع مثل ما بيقولوا مناظر كرتون بيبقوا الولد معلق بشخصيه معينه بينطلب مني كثير هالامور. طب اذا بدك تتبرعي مش بفلوس بشويه نصائح نعم يعني لاصحاب البيوت شو بتنصحيهم اذا يعني بدهم رسمات بحبوها بالصالون بالمطبخ بالمدخل شو بتنصحيهم؟ بنصحهم اول شيء يكونوا كثير مقتنعين باللي عم يعملوه لانه هالشيء بيتطلب جهد كثير كبير وانا بزعل انه يطلبوا مني بعد سنه غير يمكن شخص غير ايه بينبسط بس انا بحس انه حرام شغله ينمحها فبنصح انه يكونوا كثير دارسين مضبوط يعني شو بدهم. شو طبيعه اللوحات اللي بتنصحيهم فيها؟ بنصحهم بالمداخل كثير شبابيك مفتوحه بتعطي مدى بعيد بالمطابخ بحب ينحط مثلا كبايات او فواكه او ممكن الصحون هيك بطريقه كثير حلوه وغريبه هيك اشياء. طب لبيوت صغيره خصوصا مثلا احنا هلا الاجارات عاليه كثير صح الكل عم يسكن في بيوت صغيره صح مصريا شوي شو في رسمات ممكن توسع تخلي تعطي ممكن نعطي مثلا مطلع درج سو بحسوا العالم انه يمكن فايتين هن بعد على منطقه ثانيه بقلب البيت ممكن باب يمكن يحسوا انه اذا فتحنا هالباب حيطلع لنا شيء من بعد وما بحسوا انه الحيط هون وصل لشيء مسكر فعلى طول بنشتغل على انه في تكمله لهالمنطقه من البيت. شو الالوان اللي بتحبي بالعاده تتعاملي فيها لما بتقومي بالرسم هالجداريات؟ بحب الالوان اللي بتبقى كثير مريحه البني الفاتح الازرق الفاتح الالوان اللي هي ما بتنقذ الشخص وعلى طول هيك اذا كان قاعد بهالمكان بحس حاله مرتاح. طب السقف عادة بيكون الرسمات اللي بتنحط عليه مختلفة عن الرسمات اللي بتنحط أكيد. على الجدار مثل شو مثلا لأنه بدك أنت واقفة تحس حالك مزبوط كأنك عم تطلع على السماء فعلى طول بدي أشتغل يا أما أشجار طالعة تحس حالك أنه في فوقك أشجار أو أنه بدك على طول على طول ما في مجال ما تدخل شوي من الغيوم حتى اللي يعطيك هالبعد لفوق دائما بيحطوا سما شفنا يعني بثلاث أرباع صح يعني بثلاث أرباع المطارح سما أو أنه زهور هيك حلوين أو دي موتيف طريقة هيك رسومات حلوة مثل شي سقف بس هل يعني هل بالفعل انه الرسمات خاصة إذا بتكون عبارة عن مناظر طبيعية أو كذا بالفعل مريحة لنفسية الساكن في البيت؟ أكيد أكيد يعني ولا يمكن ما نشتغل إلا ما يكون شي كثير مريح. بتعطي عادة الزباين أو الناس اللي بيطلب منك ترسمي لهم جداريات نصائح أيضا شو يحطوا أثاث على نفس الحيط حتى يطلع متكامل؟ طبيعي طبيعي وما بنصحهم كثير يحطوا قدامهم أساس عالي حرام طبعا يخفى الرسمة فممكن نشتغل على علو كثير هو ممكن إنه نضل حاطين شيء على علو ممكن يضل اللوحة مبينة فوقها ما تغطي عليها حرام. شكرا جزيلا لك ادريانا الحاجة المتخصصة في الرسم على الجدران. ميرسي لكم. اتمنى لك التوفيق. ميرسي لكم. ميرسي كثير شرفنا. مشاهدينا الان الوقفة الثانية مع اخبار الرياضة الى